السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا فندم. ما حكم البناء على القبور؟ لا، لو ترفعي صوتك قليلا يا أستاذة مريم عشان أسمعك كويس، بس بعد إذنك. ما حكم البناء على القبور؟ ما حكم البناء ولا الغناء؟ البناء على القبور. الغناء؟ نعم. البناء على القبور. الغناء على القبور. أنا سامع الغناء. نعم. طيب أنا هقول السؤال وقول لي صح ولا غلط، ما حكم البناء نعم. على القبور؟ نعم. طيب نعم تمام. صحيح. نعم. طيب تمام، جزاكم الله خيرا. ما أنا سمعتها البناء في الأول. بس ماشي. خلينا فرق حرف واحد. فهي بتقول ما حكم البناء على القبور؟ لا، الأصل أن القبور ليست للبناء. نعم. الأصل أن القبور قبر. مش طبقات ولا أدوار. فهذا هي السنة. تمام. لكن بعض البلاد لضيق اللي بتعمله، لكن ده ليس موافق للسنة، يعني الأصل فيه المنع إلا لضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. تمام، جزاكم الله خيرا. لأن الأصل القبر يختلف عن البيت. صحيح.